هذه ثليجه هانتوما شوف هذه فيها تبارك الله جوج تلوينات ثلاثه وهذه تتبقى اوني وبالنسبه للثمن انا لكم الثمن بحال الحال هذه تتبقى 380 درهم ما شاء الله 380 درهم 380 درهم الاورانج السومون النوار الروج الاحمر الفير شوفوا لا موتارد بلون كاسي لو فير هذه الملونات هانتوما كيفاش كيجي داير شوفوا ما شاء الله غنزيد مازال نقرب باش تشوفوا لا كاليتي ديال الثوم شوف اختاريت لكم هذا الفيغو شوفوا معايا تخيلوا معايا هذا الزاز هذا 100 درهم كامل ولكن المفاجاه من غير الثمن اللي غتسمعوا انه ذوب الفاس وري لهم من جهه اخرى هانتوما شوف مزيان دير لهم هكا مثلا تقدر مثلا السيده دير جليبه هكا والقبيب هكا شوفوا التلوينه كي دايره شوفوا التلوينه ما شاء الله اختاري اللون اللي بغيتي بل هذا غادي يبقى لكم توجو ب 100 درهم تبارك الله ولكن هذه المليفه اللي غتشوفوا معايا دابا حصريا كاينه عند اثواب غنوريكم الخيال العلمي في اللوينات كي قلت لكم اكثر من 30 لون والدرجه الجوهره بديت لكم بهاد لا كولور فيها الصفيفر شويه ديال الموف وشوفوا ما شاء الله التلوينه اللي فيها كتحمر الثمن دائما حنا غادي مع لا كوليكسيون ديال 100 درهم تبارك الله شوفوا معايا جوهره شوفوا 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 الثوب شوفوا ما شاء الله 3 متر هذا 3 متر في 3 متر 3 متر وبشحال الثمن 120 درهم 120 درهم تخيلوا معايا 2400 درهم معايا البيسات ما شاء الله كنهضروا على جوج ديال القطع دو بياس شوفوا معايا التكشطه بياس درنا لكم 900 درهم وتختاري اللي بغيتي الثوب اللي بغيتي تبارك الله عليك بغوشي الحاج عمر المبرة الثوب اللي متابعه قناه اسيس في المنى مرحبا بكم معايا في فيديو جديد كنتمنى دائما تكونوا كاملين بخير وعلى خير لاول مره غنصور لكم المحل ديال اثواب خديجه المحل الخاص ببيع جميع انواع الاثواب النسائيه بالنسبه للجليلبات بالنسبه للقفيطنات بالنسبه للتكشطات كيبيعوا بالتقسيط وبالجمله ان شاء الله فيديو انا متاكده غادي يعجبكم الارقام باش تواصلوا راه تبان لكم على الشاشه هي ولا باج انستغرام قبل ما نبداو لا فيديو غنبدا لكم بالنات حيت بزاف ديال السيدات كيطلبوا النات في الاول ديال لا فيديو انا درت لكم خاطركم اليوم ها انتم اثواب خديجه وهذا كيجيو في كراج علال هي كاختي خديجه في كراج علال انتم غتعرفوا معايا اختي خديجه في المحل كيجيو في كراج علال غنديروا لكم النات ها انتم من هنايا انا غادي نقرب لكم فوالا نعتي لهم اختي خديجه شارع محمد السادس شارع محمد السادس كاين محل شيك فولار في لوكوان أه. يعني على الدخله ديال حي سماره اها تيجيو تو دغوا نيشان ها انتم كتجيو نيشان مع هذا الشارع نيشان انا غندير لكم هنايا شوفوا معايا بهاد المحل هنا انتم ازياء منير هنا كاين ازياء منير ها انتم ها الزنيقه كتجيو مع نيشان هنا ازياء منير فوالا ومباشره ها انتم شوفوا 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 مباشره هو هذا المحل ديال اثواب خديجه وغنعطيكم لعب ثاني قلت لي شنو اللي قريب لكم المقاطعه 17 ها انتم هي هذه المقاطعه 17 اللي راه ما عندكم فين تلفوا ها انتم نيشان هو هذا المحل اثواب خديجه شنو هو لو جور دغوبو ديالكم يعني النهار اللي ما كتكونوش هو الاحد هو الاحد يعني كيسدوا فقط غير يوم الاحد فيديو شاخض من عند اختي خديجه انا متاكده غادي يعجبكم غير ما تبخلوش علينا بلاجيم بالبارطاج اللي بغات شي حاجه ضروري من لي كابتور ديكرون راه المحل كيديروا ياك لا ليفريزون في كازا وجميع مدن المغرب كنديروا لا ليفريزون جميع انواع مدن المغرب تبارك الله عليك يلاه البنات بلاجيم بارطاج وغادي نبداو مباشره واحد الكويز ديال اتاي كعكات وقلت لي تفرجي ليا على خاطر خاطرك شوفوا التلوين شوفوا التلوينه شوفوا التلوينه شوفوا 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 ما شاء الله اللون الغابر اللون اللي كنتي كتقلبي عليه غادي تلقاي عند اختي خديجه شوفوا ما شاء الله شوف جميع انواع التويبات غتلقاهم عندها شوف شوفوا لو تخكوت عندنا لكم بحال هكا شوفوا لو تخكوت ما شاء الله شوفوا كلشي 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 غيكون السولد غيكون اثمنه حصريه لمتابعات القناه كيف ما قلت لكم غير ما تبخلوش علينا لي جيم والبارطاج فضلا وليس امرا يلا البنات غادي نبداو على بركه الله او هي هذه اختي خديجه كي دايره الحمد لله الله يبارك عمر هانيه بارك الله فيك الله يجزيك بخير بارك الله فيك اول فيديو معك وما شاء الله براتي لي المتابعات انا قالت لي شي حاجه في الكواليس غتكتشفوا ما شاء الله عروض اثمنه وحتى كادوات ان شاء الله باذن الله باذن الله هذا اكيد اللي بغات تربح معنا ان شاء الله غيكونوا معنا خمسه الرابحات خمسه ان شاء الله باذن الله اللي بغات تربح معنا تويب من المحل ديال اثواب خديجه غير تبعي معايا لا فيديو باش تعرفي على الشروط ياك وشروط سهله وبسيطه سهله وبسيطه لان شروطنا ما صعيباش تبارك الله عليك وماشي رابحه ولا جوج ما شاء الله اختي خديجه سخاوه كيف ما قلت لكم من اول فيديو الى جانب السولد وما شاء الله ودقدقات لكم في الثمن كيف ما قلت لكم غيكونوا خمسه ديال الرابحات غادي تاخذوا تويبات ديال الجلابه المهم البنات غير تبعوا معايا لا فيديو ما تبخلوش علينا بلا جيم وبالبارطاج باش غادي نبداو بعدا الضخامه ما شاء الله شو غنقرب لكم باش تشوفوا لو موديل ديال الثوب اللي غنبدا لكم به هذا ما شاء الله ماشي غير جليبه جليبه وقفطان اكزاكتومون تيجي جلابه وقفطان ويقدر يجي حتى البيسه بالنسبه ل 3 متر فوالا هاد الثوب درنا فيها البنات السولد هذا فيه لوينات تبارك الله ما شاء الله كثير وانا غنوريكم لوينات كاملين لوينات كثيره والثمن 100 درهم البنات تبارك الله لكل متراج اللي فيه هذا فيه 32 على متر ونص واللي بغات حتى 3 متر راه كاين موجود تبارك الله عليك ما شاء الله عليك شوفوا البدايه كي دايره شوفوا اللوان البلوغوا شوفوا هاد لا كولور ما شاء الله اللي بغات شي لون كابتور ديكرون تواصل مع الارقام اللي كتبان لكم على الشاشه وغير الاشاره اختي خديجه راه اكتيف على انستغرام يعني دائما كتحط لكم لي ستوري لي برومو يعني الناس اللي بغاو دائما يتوصلوا بالجديد ديال المحل غير يتابوناو معاه على لاباج انستغرام راه حتى كنخلي لكم على الشاشه شوفوا معايا الفيرو
شوفوا هاد لا كولور هادي كتسطيني، هاد لا كولور دايره بحال فوالا غوز نيو توب. فنه فنه، شوفوا معايا لو موف، شوفوا معايا لا كولور كامل، شوفوا معايا هاد اللون هذا ما شاء الله، هذا التوب مغلوق. شوف شوف كيحمق. نجيو هنايا شي عروسه اللي كتفرج فينا ولا شي نفيسه، شوفوا معايا اللي بغات تمشي للعمره اللي بغات الحج، شوفوا هاد التوب ديالك ما شاء الله. شوفوا شوفوا اللوينات هانتوما، ها الماغون، شوفوا معايا هاد لا كولور عاوتاني. انا كنحاول نزرب لان كاين بزاف ديال التويبات ما شاء الله. شوفوا معايا الخضر الملكي، شوفوا معايا الغوز بيبي، وعندنا هاد لو موف هذا. شوف درجه ديال لو موف، حيت لو موف فيه بزاف ديال الدرجات. شوفوا مثلا كاينه هادي وكاينه هادي، هادي اموف ليلا. شوفوا معايا ملك الالوان تاني. شوف بالنسبه لو نوار كاينه تاني هاد لا كولور هادي، حتى هي درجه من الموف. كاينه هاد لا كولور هادي، خصهم يطيحوا. شوفوا معايا كاين تاني هاد لا كولور درجه من الفير او، عندنا ايضا حتى الفير كانار. شوفوا ما شاء الله، او مازال. شوف شوفوا المسكي، شوف شوفوا البلو جين، عندنا تاني لو روز درجه من الفير او بحال قصيبي، لو موف كاين تاني هاد الشويبي، وشوفوا معايا هاد البلو بيترول موف، بلو بيترول موف باقيين في نفس التشكيله، نفس التشكيله، غير هذا فيها لي غيو غلاض، هذه فيها لي غيو رقاق. اكزاكتومون، تبارك الله عليك. حتى هي فيها لي كولور، ها نتوما ندير لكم التلوينه غير بحال هكا. اللي بغات شي لون غادي ديري كابتور ديكرون، ديري علامه على اللون اللي بغيتي، بغيتي واحد جوج ثلاثه اللي بغيتي. سورتو الثمن تا هما نفس القضيه، نفس الثمن كيبقاو ب 100 درهم، كيبقاو ب 100 درهم. مثلا اخرى الميتراج قلتي لي الميتراج 32 على متر ونص، 32 على متر ونص. واللي بغات اكثر بيان سور راه سي بوسيبل. شوفوا معايا اللوينات، عندنا لو روج، عندنا الاخضر الملكي، عندنا لو موف، شوفوا غير الدرجات ديال لو موف، عندنا الفوشيا، عندنا البلون كاسي. ها نتوما شوفوا شوفوا شحال من درجه في لو موف. شوفوا ثاني هنا كي قلت لكم الفرق غير في لي غيور تيكونوا هنا رقاق. ها نتوما شوفوا اللوينات، القصيبي نوار، هذا فيه ميم حتى الاورانج. شوفوا معايا لو موف مغلوق، توب مغلوق. شوفوا معايا ثاني درجه ديال الفير او، هذا واحد لو روج بارد. شوفوا معايا ثاني هذا، هاد لا كولور غادي الترابيه كتحمق. شوفوا معايا اللوينات، اخضر الملكي، الغوز حتى هو، لو بلو، لو فير، والشويبي. المهم هانتوما شوفوا معايا التشكيله، شوفوا معايا شحال من لون. شوفوا 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 اي لون عجبك هنايا، فقط غير 100 درهم. قبل ما نكملوا قولي لهم المسابقه، كيفاش هاد السيدات اللي غادي يربحوا معنا خمسه ديال التويبات، كيفاش غادي يديروا باش يستافدوا؟ بالنسبه للمسابقه ديالنا سهله 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 بزاف. البنات الخمسه الاولين اللي غادي يديروا جيم وبارطاج، واللي غادي تخلينا شي تعليق، تعليق زويونه، يعني ماشي غير تعليق واحد وجوج اللي علقات بزاف، غنختاروا ياك من التعاليق، غنختاروا من التعاليق خمسه الناس الاولين اللي داروا لنا تعليقات وداروا جيم وبارطاج، غادي يربحوا معنا توب ديال الجلابه. تبارك الله عليك، باللون اللي بغاو، باللون اللي بغاو، يعني في هاد التشكيله اللي شفتوا معايا، اللون اللي بغاو، اللون اللي بغاو يختاروا نعطيو لهم، ما عندناش اشكال. تبارك الله عليك، السخاوه من عند اختي خديجه. كيف ما قالت لكم يعني ان شاء الله الناس اللي غيتفرجوا في هاد لا فيديو هادي غديروا ان ماكس ديال التعاليق، ان ماكس دو جيم، ان ماكس دو بارطاج، باش ما درتوا لي بارطاج ولي جيم غتكون يعني من المحظوظات، ولا غتكثروا الحظوظ ديالكم باش انكم تربحوا. كيفاش غادي نعزلوا هاد الرابحات؟ في الفيديو الجاي ان شاء الله باذن الله، يعني الفيديو الجاي غادي نعلنوا على خمسه البنات اللي ربحوا فوالا، وباللون اللي بغاو. هذا شرط من الشروط، غادي نخليو لهم يختاروا، هما يختاروا اللون اللي بغاو. تبارك الله، وبيان سور غادي نرسلوا لها التوب حتى للدار ياك اختي خديجه. فوالا، يعني اي سيده ربحت معنا غادي نوصلوا لها التوب حتى للدار، اولا اللي بغات تجي هي للمحل علاش لا تقدم مثلا وعاد تزيد الكادو ديالها. مرحبا ياك، علاش لا. مرحبا. المهم كتشوفوا ان شاء الله على جيم والبارطاج والتعليق في هذا لا فيديو. وكما قلت لكم الفيديو الجاي مع اختي خديجه يبقاو متابعين القناه، غادي نعزلوا خمسه ديال المتابعات غادي يربحوا معنا. صافي واضح؟ اي تساؤل خليه لي في التعليق. المهم لي جيم والبارطاج والتعليق باش تكوني ان شاء الله من الرابحات. غير بين ما وجدوا لنا لي كوبو الاخرين، بغيت نوريكم التوب لاني ما حليتوش ليكم. ها انتم كيفاش كيجي داير، شوفوا ما شاء الله. غنزيد مازال نقرب باش تشوفوا لا كاليتي ديال التوب. شوفوا اختاريت لكم هذا الفيغ او، شوفوا معايا، تخيلوا معايا هذا الزاز، هذا 100 درهم كامل. شفتوا؟ شوف شوفوا كيفاش كيجدير. انا غادي نبعد، اللي بغات شي لون تواصل مع الارقام اللي كتبان لكم على الشاشه. كيف ما قلت لكم راه لي ليفريزون في كازا وفي جميع مدن المغرب، وبالنسبه للناس اللي خارج المغرب كيتفرجوا فينا سي بوسيبل مي بيان سور ياك، ماشي مشكل. تبارك الله عليكم، اللي بغات حتى الجمله ما شاء الله، راه المحل كيدير حتى الجمله. شوفوا معايا مع اقتراب فصل الشتاء، دابا حنا راه في الخريف، واخا باقا الشميشه ولكن بدا شويه كيبرد الحال. شوفوا معايا هاد التويب هذا، حتى هو غتكون فيه برومو، حمقني. انا غادي نقرب لكم، شوفوا شوفوا لا كاليتي، واخا هو سخيخن ولكن طيح ماشي واقف. شوف شوفوا كيفاش كيجي داير، رائع 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 رائع. هانتوما شوفوا معايا لا كاليتي، راه فيه البتي كارو والكرون كارو، دابا هذا اللي كنوريكم الكارو الكبير.
ولكن المفاجاه من غير الثمن اللي غتسمعوا انه ذوب الفاس. وري لهم من جهه اخرى انتم شوف مزيان دير لهم هكا مثلا، تقدر مثلا السيده دير جليبه هكا والقبيب هكا، وغير الاشاره يمشي حتى للسيدات اللي كيبغوا الرومي. هذا مثلا يجي مثلا بوليرو يمشي جيلي طويل، هاد لي ديزاين دابا اللي خارجين دابا في الرومي يمشي كاب جليبه يمشي رائع. يعني تحبي كيف ما بغيتي رائع. شوف 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 غنزيد نقرب لكم ها انتم، ها الفاس الاول ها الفاس الثاني، يعني فيه الموف مع الاورانج وفيه تلوينه خطيره جدا جدا جدا. اللي بغات شي حاجه كابتور ديكرون وماشي ديك السخونيه، ما سخونش بزاف واللي يعجبني انه طايح، واخا تشوف ديال البرد طايح. دابا غنشوفوا اللوينات اللي فيه قبل ما نعرفوا الثمن، اللي توا مفاجاه حصريه لمتابعات القناه. واللي بغى فيها الجمله حتى هي كاينه سي بوسيبل، اللي بغات الجمله في هذا الشيء سواء كاين السيدات بزاف اللي كيتابعوني كيبيعوا يشريوا من الدار، علاش لا استافدي سورتو بالاثمنه. مثلا السيدات ديال الجمله تقدري تنقصي لهم مازال شويه طبيعه الحال، هي ياك تيكون ثمن الجمله ناقص ثمن ديال الجمله ثمن مميز فوالا، حيت انت غتاخذي لا كونتيتي تبارك الله عليك. ها انتم بالنسبه للوينات كنظن كلهم دوب الفاس بريسك فوالا. شوفوا يعني كاينه هذا اللي وريتكم ها انتم، ها الفاس الاول ها الفاس الثاني، شتو شوفوا معايا هذا دابا البيتي كارو، غنوريكم البيتي كارو. شوفوا معايا هذا الموف مع البلو، عرفتي في واحد التلوينه خطيره، هذا الغوج بغيك تقريبا مع البلو، هذا شوفوا معايا اللويميني مع الكري، هذا لو فيغ مع الطوب، رائعه التلوينه اللي فيه. شوفوا معايا هنايا الشويبي مع الاورانج، عندنا هنايا شوفوا ها انتم لو فيغ مع لو موف، انا كنقرب لكم لون بلون وحاولوا انتم تقادوا لا كاليتي ديماج من الجنب ديال لا فيديو. عندنا لو موف مع هضره بحال فيغ ياك فيغ هذا فيغ لو موف مع الفيغ، هذا شوفوا معايا هذا لو بلو مع الموطارد، شوفوا معايا ثاني هذا الزرق مع لو موف، عندنا الزرق مع الصفيفر، عندنا لو موف مع البلو. دابا غادي نجيو الكرون كارو اللي بحال اللي كانت هازه اختي خديجه ها انتم باش تعرفوا الفرق بيناتهم، ها البيتي كارو ها الكارو الكبير. شوفوا معايا هنايا الغوز مع الشويبي، عندنا الموف اوبيرجين مع الفيغ، عندنا دلا كولور شويبي مع الصومون، عندنا هادي شويبي مع الصفيفر، هذا غيحمق السيدات نواغ بلون البازيك اللي كتلف كتاخذ هاد لا كولور هادي. شوفوا معايا هذا هو اللي كانت هازه لكم دابا اختي خديجه، كي قلت لكم دوبل فاس تقريبا كلهم دوبل فاس. شوفوا معايا الشويبي مع المارون، عندنا هنا لو روز مع النوار، عندنا هنايا المارون مع البلو، وعندنا هنايا المارون مع الفيغ. شوفوا التلوينه كي دايره، شوفوا التلوينه ما شاء الله، اختاري اللون اللي بغيتي. بالنسبه للعبار اختي خديجه توجور 2 متر و30 على متر ونص، واللي بغات اكثر بغات 3 بغات 4 راه ديسپونيبل كاينه دابا على حسب الطلب. هاد العبار هذا شحال غادي يبقى للمتابعات؟ بالنسبه لهذا غادي يبقى لكم توجور ب 100 درهم. تبارك الله عليك تويبات ولا اروع، بغيتي شي حاجه خفيفه راه بيناها، ومازال غنبينو حويجات اخرين. بغيتي شي حاجه سخيخنه وفي نفس الوقت ما تقيلاش، حيت بعض المرات الثوب تيكون ثقيل حيت سخون ثقيل، يعني نورمالمون يقدر يتلبس في الربيع وفي الشتاء، يعني دومي سيزون دومي سيزون. تبارك الله عليك، اثمنه جد مناسبه فقط 100 درهم. وبالنسبه مثلا السيدات اللي غادي يربحوا معنا، واش تقدر مثلا تختار الثوب اللي بغات من ديال 100 درهم؟ يعني بغات الخفيف بغات الغليظ بغات البرد نعطيو هاد البرد بغات هذاك اللي تيلبس على طول العام، ما عندناش اشكال. الله يحفظك الله يحفظك لي اختي خديجه تبارك الله عليك، وعاشقه جوهرات. و خديجه جابت لك الفن 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 ديال الجوهره، بديت لكم باول موديل اللي هو هذا، وتبارك الله راه فيه اللوينات والثمن ما غتيقوش والله ما غتيقوا الاثمنه. شوفوا كيفاش كيجي داير هذا جوهره افي سيربون، جوهره افي سيربون. شوف شوف تقريبا العبار اللي كيكون في الكوبورتي خديجه فيه جوج ونص على متر ونص، جوج ونص على متر ونص. مره اخرى اللي بغات ثلاثه اللي بغات اربعه اللي بغات خمسه متر، راه كاين عندهم جميع العبارات، احنا كندويو على ستاندر اللي كياخذوا السيدات فوالا. بالنسبه لهاد الثوب هذا كيف ما قلت لكم جوهره، بديت لكم بهاد لاكولور فيها الصفيفر شويه ديال الموف، وشوفوا ما شاء الله التلوينه اللي فيها كتحمق. اللي بغات شي لون كابتور ديكرون، انا كنقرب شوفوا هاد لاكولور كي دايره، شوفوا شوفوا ان فيغو، شوفوا هذه هي اللي سطاتني هذه، شوفوا شوفوا ما شاء الله الصموم مع النوار، هذه الصموم مع النوار ها انتم بحال الجلد ديال الفعه. شوفوا معايا هذه، شوفوا هذه حتى هي صومون غوز مع داخل فيها لو موف وداخل فيها حتى لو فيغ. شوفوا هذه ها انتم شوفوا كتحمق، اللي بغات شي لون ضروري من لي كابتور ديكرون، هذا لو موف البلون كاسي داخل فيها شويه ديال لو روج بريك. شوفوا معايا ثاني هاد لا كولور، انا كنحاول نطول البنات وسورتو كنحاول نركز على حساب السيدات اللي خارج مدينه الدار البيضاء، اما اللي في مدينه الدار البيضاء ما كرهتكش ديري وقيت وتجي للمحل، لانك غادي تتبرعي شي ملي غتدخلي غتنسي هادشي اللي وريت، غيبان لك حويجات اخرين. شوف شوف ها انتم درنا النعت في الاول ديال لا فيديو، كي قلت لكم ما كيكونوش فقط غير يوم الاحد، هذا هو اللي شفنا هذا هو اللي شفنا هذا هو اللي شفنا. شوفوا معايا وكاينه هاد لا كولور هادي اللي بغات داك الخضيضر البارد، ها انتم شوفوا راه بحال الخضيضر بارد، شفتوا رائع ديال التلوينه اللي بالنسبه للسيربون فوالا. قبل ما ندوزو للشكل الثاني ديال فيرزاتشي، واخا تورينا هذا ها انتم هيا غتوريكم اختي خديجه هذا شحال الثمن، قولي لهم دابا الثمن
هذا الثمن دائما حنا غادي مع لا كوليكسيون ديال 100 درهم. تبارك الله عليك، هذا الفن كامل غتاخذيه ب 100 درهم فقط. تقدري مثلا ديري قميص ولا ديري قفيطين، ولا تقدري كيف ما قالت لي اختي خديجه ديري قفيطين الجليلي بالي ورينا في الاول. أيه تخيلي هذه 100 درهم وهذيك 100 درهم، يعني جلابه بقفطانها ولا جلابه بقميصه ب 200 درهم. تبارك الله عليك، شوفوا معايا غنقرب لكم من الثوب. هذا كيف ما قلت لكم الزواقه ديال فيرزاتشي. شوفوا شوفوا اللي بغات حتى الاوني راه عندهم الاونيات كاملين. شوفوا شوفوا شحال ديال الاونيات اللي ما بغات فيها لا زواق لا والو. بالنسبه للجليبه وهذا ديروا كيف ما قلت لكم قميص ولا قفيطين. شوفوا وبيسكو هو شارجي يعني الخياطه كتكون تخفين، حتى ديروا عين عقده ولا كديروا غير الملاقيه تيجي ما شاء الله تيحمق. كيف ما قلت لكم حتى هو غادي يبقى لكم ب 100 درهم فقط هو ديال السيربون. ونشوفوا دابا التلوينه ديالو. شوفوا ما شاء الله، شوفوا هذه فيها الصومون كيف ما كيبان لكم الفيغ. المهم انا ما نحاول ما نطولش عليكم. شوفوا النوار ديالو غيطيح اختي خديجه عرفتي ما شاء الله بحال الحرير. لا توب طايح، توب رائع. شوفوا 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 النوار. شوفوا هذه ها انتوما هذه فلوري كيف ما كيبان لكم، يعني عندنا الفلوري والفيرزاتشي. شوفوا هذه ثاني، شوفوا دائما الارضيه اما في البلون كاسي اما في البيج. عندنا ثاني هذا هو اللي كنتي هازه ياك، هو هذا اللي كانت هازه اختي خديجه. شوفوا معايا هذا اللون الاخر ديالو، هذا غالب عليه. شوفوا معايا شويه لو جون موطارد ها انتوما لو روز، دائما الفيرزاتشي. شوفوا الفيرزاتشي في البلون كاسي ونوار، شوفوا رائع. شوفوا ثاني هادي هذا اللون ها انتوما في الفلوري دائما. شوفوا شوفوا غير الفلوري تا هما غيدوزوا لكم بلو ميم بري 100 درهم فقط. قفيطين قميص، القميص ديال الجلابه كيف ما بغيتي. شوفوا شوفوا رائعين. هذه دابا اللي بغات بحال الورده الصغيره، الورده الكبيره هذه الورده الصغيره. شوفوا ثاني هذا، شوفوا شوفوا اللوينات اللي فيه ما شاء الله. شوفوا هذا موف بال بارد، شوفوا هذا تقريبا الابيض مع البلو، شوفوا هذا صومون بارد ها انتوما. شوفوا هذا واو على لون، شوفوا شويبي وكاينه هاد لاكولوغ ما شاء الله. كيف ما قلت لكم كيبقاو لي بخي. شوفوا التلوينه، شوفوا التلوينه فقط غير 100 درهم دائما عند اثواب خديجه. اثمنه حصريه لمتابعه القناه بمناسبه اول فيديو ان شاء الله. ما شاء الله يعني هاد الاثمنه راه ما كاينينش، درتهم لكم نتوما خصيصا ما شاء الله. تبارك الله عليك اختي خديجه، تبارك الله. شوفوا الجمال دائما في اطار جوهره وغير الاشاره. شي جوهره شي اللي غنوريكم نقطه في بحر ديال لي موديل ديال الجوهره اللي عندك في المحل ياك. ما غنقدروش نبينو كلشي، دابا انا كنوريكم غير شويه شويه وكنركزو على السولد. وكاين مازال دي زارتيكل اخرين فيهم السولد ان شاء الله. الناس اللي غيجيو للمحل يعني السيدات اولا الناس اللي مهتمين غيجيو للمحل راه غيوريوكم الدراري ياك لي زارتيكل الاخرين اللي فيهم السولد. يقولوا لهم حنا جينا من طرف لا فيديو باش يديروا لكم الاثمنه ديالكم. مرحبا الله يحفظك. شوفوا معايا جوهره، شوفوا 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 الثوب، شوفوا ما شاء الله. هانتوما انا غادي نقربكم اكثر من لا كاليتي. كيجي بحال هكا هانتوما هذا في الشويبي وكيجيو فيه دي بوند هكا عرض بالدوغي. شوف غزال، ولكن لو بلوس اللي كاين في هاد الثوب هذا قلتي لي العبار. العبار 3 متر، هذا 3 متر في 3 متر 3 متر. وبشحال الثمن؟ 120 درهم. 120 درهم تخيلوا معايا 2400 ريال غتاخذوا ثوب ديال الجوهره لا اوتغام شي حاجه فنه صراحه. انا اللي كنقيس الثوب وفقط غير ب 120 درهم 3 متر. دابا غنشوفوا اللوينات من غير هذا اللوين. هذا هو اللي كانت هزه اختي خديجه. شوفوا العريسات اللي كيوجدوا اختي خديجه ما خلاتش لك صراحه. تاخدي توب 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 عرفتي شي تفصيلات ما شاء الله تيحمقوا. شوفوا معايا الكري، شوفوا معايا الصومون، شوفوا معايا د لاكولوغ ترابيه دائما بلي بوند في الدوغي. شوفوا معايا المسكي، شوفوا ثاني هاد لو غوز، شوفوا هاد لاكولوغ هادي هانتوما دوغي بيج بارد. شوفوا ثاني هادي زواقه وحده اخرى ياك، ديك زواقه وحده هانتوما باش تشوفوا الفرق. كاينه هاد الزواقه وهاد الزواقه صافي اختاري اللي بغيتي. شوفوا حتى هي فيها لو غوز، فيها الاورانج، فيها الغوج بريك، فيها البلو، هذا فيها البلو مع الفيرو كتحمق. هذه فيها بحال لي غيوغ عرادين، هذه بوند عراد فوالا. شوفوا معايا الدوغي ديالها وشوفوا معايا هاد لا كولور هذه بحال نيود برونز كتحمق ما شاء الله. شوف الوينات صراحه تيحمقوا ودائما لو ميم بري ياك. ميم بري 120 درهم فوالا، 120 درهم و3 متر و3 متر. تبارك الله عليك. اي حاجه بغيتوها تواصلوا مع الارقام اللي كاتبه لكم على الشاشه. والنات راه خليت لكم في الاول ديال لا فيديو نذكروا به مره اخرى، الشارع محمد السادس كراج علال كتدخلوا مع الزنيقه اللي فيها شيكفوله. شيكفوله فوالا كتجيو نيشان حتى كتلقاو ازياء منير ديك الزنيقه كتلقاو اثواب خديجه. ما عندكم فين تلفو كيف ما قلت لكم، ما تجيوش فقط غير يوم الاحد والبيع بالتقسيط وحتى الناس ديال الجمله. انا كيف ما كيبان لكم راه كيقادوا في اللبيسات ما شاء الله، داك الشيء مضخم، داك الشيء مضخم اللي كيتسناكم. ولكن غنجيكم للسطاغ ديال لا فيديو. هذه المعشوقه ديال السيدات تيحماقوا على السيدات اللي هي المليفه، ولكن هذه المليفه اللي غتشوفوا معايا دابا حصريا كاينه عند اثواب خديجه. كيف ما كيبان لكم ها انتم انا غادي نقرب لكم، قراو معايا مزيان. مليفه كشمير كاتالينا لاما انجلتير، شتو هادي ديال الانجليز.
حصريا لا بالنسبه للوان اللي كيف ما قالت لي اختي خديجه غتشوفوهم معايا اكثر من 30 لون، لا بالنسبه للجوده ما شاء الله. وهذه من التويبات انا بالنسبه ليا واحد التويب اللي هو نوبل كيستخدموه نساء وحتى الرجال، يعني كيستعملوه بالنسبه للجلبات ولا حتى بالنسبه لي تونيك، يعني هذوك لي تونيك تقليديين كيبغوا هكا قصيصرين كيلبسوا مثلا نهار الجمعه في العيد الا كان شي مناسبه دينيه، كان شي خطبه، كان شي عراضه، كيلبسوها الرجال، ماشي سخونه وماشي بارده، كتجيبين وبين، يعني مثلا بالنسبه ليا تقدر تلبس من دابا حتى للصيف حتى للربيع كيف ما تنقولوا ياك، تلبس في البرد وفي الربيع. تبارك الله عليك. كاش ما شي حاجه غزاله يا البنات، كتنقول لكم شي حاجه فنه، كشمير هذا يعني خدميه بعينك مغمضين، هذا ما كاين لا تحباب لا تنسال لا حتى شي حاجه. مزيان هذه النقطه، ما فيهش نهائيا هذا خدميه باليد وتيبقى عندك دائما، يعني ملي تيجي البرد وتيجي العام الجاي ان شاء الله الا بقى طول العمر تجبدي جديد لبسك وتتلبسيها من داك الشيء الرفيع. كشمير شي حاجه كاليتي ما ندويوش عليه، هو ديجا داوي على راسه ما شاء الله عليك. كيف ما قلت لكم 30 لون، وكانت قالت لي اختي خديجه قبل التصوير هذا ما كيموتش، كتخيطيه ما تيديموضاش. فوالا هذا من الحوايج اللي تيبقاو دائما ما تيديموضاوش. جدودنا لبسوا الكشمير وباقي الكشمير الحمد لله معيق ان شاء الله لوليداتنا. علاش قلت لهم معشوق السيدات، غير تيبدا يبرد شويه الحال السيده كتفكر خصني نجي نلبى كشمير. واحسن ثوب غتاخذي عند اثواب خديجه تيبقى ما تيموتش، تبقى شي حاجه راقيه عمر ما يديموضا، سورتو بالنسبه الى خياطات وخياطه نيت تقليديه ولا الكشمير تيتخدم بالبرشمان اللون في اللون. الا بغيتي تزيدي معاه تزيدي معاه شي حاجه الرباطي ولا خدمي غير بالبرشمان. كي قلت لكم راه هذا الكشمير تيخدم الرجال والعيالات، وحتى الرجال تيخدموا يعني الميتراج ديالهم 3 متر وتيخدموه بالبرشمان وتيجيوا البنات راقي، شي حاجه غزاله، شي حاجه فنه. تبارك الله عليك. لا شي حاجه فنه الكشمير هذا قلت لك راه داوي على راسه. المهم اللي كتزرف في الكشمير بزاف ولا ما كتعرفش منين تاخذه ولا خداته وما صدقش ليها، غتجي عند اثواب خديجه غتاخذي الحصري كيف ما قلت لكم. هاد لا كوليكسيون ديالها كاينه عندها فقط، شفتوا كيفاش كيجي داير هذا فيه الكارانتي مدى الحياه. رائع هذا فيه الكارانتي مدى الحياه، اول مره كنسمع هذه القضيه. هذه نخسر لك الكشمير جي عندنا ونعوضك، ما عندناش اشكال. تبارك الله عليك، يعني واثقه من الجوده ديال الثوب ديالك. تبارك الله عليك. مره اخرى الناس اللي غيبغيو ياخذوه شوفوا مزيان، مليفه كشمير كاتالينا لاما انجلتير، صافي هذه بحال قلتي لا سيناتور ديالو سميتو هي هذه. تبارك الله عليك. شفتوا معايا البلوغوا، دابا غنوريكم الخيال العلمي في اللوينات. كي قلت لكم اكثر من 30 لون والدرجات، انا غنقرب لكم اللي بغات شي لون كابتشور ديكرون علامه على اللون اللي بغيتي وتواصلي معاه مع الارقام اللي كتبان لكم على الشاشه. انا راه ما كرهتش صراحه نجبد لكم لون بلون، ولكن لا فيديو خصنا ياك 4 ساعات تقريبا ما تكفاناش. ها انتم شوفوا معايا، شوفوا معايا، شوفوا الاخضر الملكي، البلون كاسي، الغوج بريك، شوفوا الدرجات ديال الماغون الالوان الترابيه، الكري، الغوز فوشيا، شوفوا معايا الصومو مغلوق، شوفوا معايا البلو. ها انتم شوفوا هاد لا كولور، هادي جون موتارد، عندنا البوردو، عندنا البلو مارين. كي قلت لكم الدرجات ديال الماغون المفتوح المغلوق الالوان الترابيه كلهم متوفرين، الدرجات ديال اللون الازرق من الشويبي من الفيغ من الفيغ كانغ من الازرق ملكي. شوفوا ما شاء الله حتى البيض فيه ما شاء الله، يعني من غير البلون كاسي فيه حتى البيض. شوفوا هاد الماغون كاكاو، شوفوا هاد لا كولور هادي قصيبيه. ها انتم شوفوا ما شاء الله، شوفوا اللوينات اللي فيه، شوفوا اللوينات، اللون كينس يكون في لون كيف ما سبق وذكرت اكثر من 30 لون اللي متوفر. غادي نجيو للثمن مع اختي خديجه، غيكون هو ثمن بروموسيونيل، شحال غادي يبقى هاد الثوب ديال المليفه؟ بالنسبه للاول الميتراج، الميتراج فيه جوج اونص على متر ونص، والثمن 250 درهم. تبارك الله عليك، تبارك الله عليك. وبالنسبه للرجال قلتي كياخذوا ثلاثه، بالنسبه للرجال تياخذوا ثلاثه متر، بالنسبه للرجال 300 درهم. تبارك الله عليك ما شاء الله، وكتاخذي اجود انواع المليفه. غيانا دير فريمون غيانا دير، هادشي اللون حمقوني غزال اللون. شوف دابا انا بغيت نختار تلفت ما شاء الله. تبارك الله عليك اختي خديجه. المهم لا جام البارطاج، اي لون بغيتو غيتواصلوا معاه مع الارقام اللي كاتبه لكم على الشاشه، واللي بغات فيه الجمله حتى هي كاينه، حتى هي كاينه سي بوسيبل، وغادي حتى هي تاخذها بقليه طبيعه الحال. تبارك الله عليك. ودابا غادي نجيو للفخامه، شوفوا معايا البيسات ما شاء الله، كنهضروا على جوج ديال القطع دو بيس. شوفوا معايا التكيشطات ما شاء الله، داكشي كيحمق، وهذه نقطه في بحر من لي موديل اللي متوفرين عندهم. اختارينا هنا واحد لابتيت سيليكسيون، غنبداو باول موديل وهذا اشنو سميتو، عنده واحد السميه زوينه، هذا سيراميك. سيراميك شوفوا كيفاش كيجي داير، شوفوا والثوب التحتاني ديالو ياقوته، ياقوته حتى يحمق ما شاء الله. شوفوا فوالا، كنهضروا على دو بيس، يعني الثمن اللي درت لكم ديال دو بيس اللي ما دايرش اللي ما غتلقايه في حتى بلاصه اخرى فقط عند اثواب خديجه، يعني الثمن ديالكم نتوما. والله كنت عارفه شحال حيدات لكم، اش غنقول لكم، دوروا وسولوا عاد جي تقداو. شوفوا معايا ثاني هذا، شوفوا هذا شنو هو، المبرا، شوفوا كيحمق، وهذا لاسوا
ها نتوما شوفوا توجور ميتراج 3 متر 3 متر 3 متر فهاد التويبات اللي غنشوفوا كاملين فهاد البيسات كاملين يعني هذا 3 متر هذا 3 متر حاولت ناخذ لكم يعني اذواق مختلفه توريكم اختي خديجه اذواق مختلفه شوفوا معي ثاني هذا سميتو هذا هذا الحاج عمر حاج عمر شوفوا معايا شوفوا ما شاء الله واختي خديجه درت لكم في جوج ديال الاختيارات يعني واش كتبغي تاخذي معاه الاورانج هكا اولا كتبغي تاخذي معاه البلون كاسيسي دات اللي كتبغي شي حاجه ديسكريت كتبغي يعني اللون في اللون ها نتوما شوفوا معايا هذا حتى هو كنظن نفسه لا بروكار بروكار هذا شوفوا شوفوا كيفاش كيجي داير شوفوا بالسيال فيغ كانار تقدري تديري معاه البلون كاسي حتى هو كيف ما بغيتي فوالا عندنا هذا رائع شوفوا ها نتوما بالحجيرات هذا شنو سميتو هي المبرا المبرا شوفوا شوفوا ما شاء الله دو بيس بغيتي مثلا بغات هذا اللون كديروا معاه هذا اللون كنعطيوها له اللي بغات اللي بغيتي انت دابا هادو اقتراحات كيف ما قلت لكم من المحل نجيو لهذا بروشي بروشي دو سوا البروشي دو سوا تقدر دير معاه البلون كاسي تقدر دير معاه الدوغي وقلتي لي تقدر ديروا قفطان تقدر ديروا قفطان ملبس ولا تقدروا ديروا لبسه ولا تكشيط فوالا شوفوا شوفوا ما شاء الله كيفاش كيجي داير ها نتوما يعني نوعنا لكم ما شاء الله في اللوينات ما عندنا ما تسال اختي خديجه شوف هاد لو فيغ هذا سميتها التويب هادي تليجه 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 حرير تليجه حرير شوف ما شاء الله فيها فيها البيغلاج غزال هذه ما شاء الله شوف الخيطايره البيغلاج ديالها راه غزال هذا راه ما تيتحيد ما والو يا البنات شوف شي حاجه كاليتي واخا تصبري هذا راه ما تيتحيدش شفتوا انا كنقرب لكم سورتو الاستيداد ديال المودو اللي تيكونوا بعاد راه بحال حنا دابا بحال كتشوفوا كيشوفوا بعينينا حنايا فهمتي ما السيدات ديال مدينه الدار البيضاء جيو ديبلاصاو للمحل وشوفوا حتى نتوما على عينيكم الناس ديال المدن صراحه هما علاش كنبغي نحكر ونوريكم يعني لي ديتاي ديال لي ديتاي شوفوا معايا الماغون الموف الفير كيحمق 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 وكتختاروا نتوما الثوب اللي كيوالمكم بالنسبه للاوني يعني تقدر دير مثلا هاد لا كولور تقدر دير لو فير ياك اللون التلبيس اللون السيده تختار اللون اللي بغات فوالا وشوفوا معايا هذا بحالو هذا بحالو غير هو في لو موف غوز ها نتوما واخترت لكم اختي خديجه هاد لا كولور هادي مثلا معاه انت اختاري اللون اللي بغيتي وغير الاشاره كيف ما قلت لكم هادشي نقطه في بحر من لي موديل اللي عندهم ها نتوما ندير لكم هكا شوفوا 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 فوالا وشوفوا هنايا ما شاء الله ها نتوما شوفوا شوفوا هنا شوفوا هنايا شوفوا ما شاء الله البرونز اللي كتبغي البيج اللي كتبغي طون سيغ طون يعني اللون في اللون شوفوا معايا النوار ها نتوما لو فير لو بلو لو موف ليلا كلشي كاين شوفوا هنايا هذا هانتوما هادو ديال المبرا هادو المبرا المبرا شوفوا 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 لا باليت ديال اللوينات ما شاء الله شوفوا هانتوما هادو المنمر اللي كتبغي شي حاجه منمره المنمر ومنبت ومنبت هذا البروشي دو سوا هذا هو البروشي دو سوا كاين مزوق شوفوا شوفوا ما شاء الله شوفوا التلوينه كي دايره وهادشي كاع ما عليت عينيا الفوق شوفوا معايا الفوق ما شاء الله عاوتاني غير باش كتعرفوا المحل شحال عندهم شوفوا الفوق عاوتاني شوفوا الفوق شوفوا ما شاء الله شوفوا 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 ليه ها انتم ها هما شوفوا 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 هذا ثاني شي حاجه اخرى بحال ستيل 3 دي خطير شوف شوف وحتى هو راه كيمشي دو بياس بغيتي غير هذا بوحدو عندك ديجا انت مثلا تشوف التحتاني راه سي بوسيبل شفتوا داك الشيء رائع فريمون رائع وما قدرناش نبينو كلشي كيف ما قلت لكم راه بحال ايشانتيون لينا اختي خديجه ياك شي داك بطبيعه الحال فوالا دابا صدميني بالثمن دو بياس يعني ماشي قطعه وحده تكشيطه بالفوقاني والتحتاني ديالها بشحال غدوز في هاد لا فيديو دو بياس درنا لكم 900 درهم وتختاريه اللي بغيتي الثوب اللي بغيتي تبارك الله عليك البغوشي الحاج عمر المبرا الثوب اللي بغيتي تختاريه درنا لكم ثمن واحد دو بياس 900 درهم واختاري اللون اللي بغيتي واختاري الشكل اللي بغيتي بغيتي تبارك الله عليك بغيتي المبرا بغيتي الحاج عمر بغيتي البغوشي الشكل اللي بغيتي 900 درهم مرحبا. تبارك الله عليك هو بشحال كان نورمالمون دابا الناس دو باساج ملي كيجيو للمحل بشحال كياخذوا هاد التويبات هذا بوحدو هذا بوحدو هذا بوحدو تمشي ب 1200 درهم بوحدو يعني بلا تشوف ديال الحرير الحرير ديالو هذا بغوشي اخر ما كاين شوفوا شوفوا هذا شي حاجه غزال ما حليناش شوفوا معايا ما حليناش انا نحل لكم هذا هانتوما بحال دابا هذا نورمالمون بوحدو واو بوحدو كتاخذوه ب 1000 ياك و 200 1200 درهم دابا حنا درنا لكم دو بياس ب 900 درهم دو بياس ب 900 يعني اثمنه المتابعات القناه فقط وعاد الناس اللي غياخذوا بالجمله غادي مازال اختي خديجه تنقص لك شويه حيت غتاخذي لا كونتيتي شوف شوفوا ما شاء الله كيفاش كيجي داير غزال هذا بوحدو كان تيمشي ب 24000 ريال دابا انت غتاخذي هو وتوب ديال لاسوا يعني لبيسه كامله فقط غير ب 900 درهم تبارك الله عليك تبارك الله عليك تبارك الله عليك دابا غندير لكم في واحد السولد خطير غندير لكم الجوله في المحل يعني ما نقدرش صراحه نوريكم كل حاجه بوحدها غندير لكم واحد الجوله وغادي تبعوا معايا مزيان غيكونوا ميزات خطيرين غندير لكم بالمبرا هذه المبرا حتى هي معشوقه السيدات تقريبا متوفره في جميع الوان اختي خديجه جميع الالوان ديالها ولو الثمن ديالها شحال 60 درهم المتر 60 درهم المتر فقط اختاري اللون اللي بغيتي كيف ما قلت لكم راه كدير لكم لا ليفريزون فين ما كنتو نمشي لكم لهذا
هذا شنو هذا؟ هذا لاموسلين إيغيزي. موسلين إيغيزي، شوفوا كيفاش كيجي داير، فيها واحد الخطيطات، أنا غادي نقرب لكم واحد الخطيطات، شوفوا رقاقين، هذه كتقدري تخدميها بوحدها، ولا كتقدري تخدميها مع قميص داخل ديال الجلابة. فوالا. يعني هذه تطروم قفيطين مع الجلابة ولا قميص مع الجلابة. تبارك الله عليك. بزاف الدو بياس هذا. وتهي فيها اللوينات. هي فيها اللوينات. شوفوا اللوينات. فيها اللوينات تبارك الله ديالها غزالين، الفوشيا، خضر ملكي، البلوغوا، الترابيات، البلونكاسيات. ما شاء الله. قلت لكم هاد الخضيضر لاك طوب طوب، هذا شحال خطير، شوفوا البلوغ هو هذا هو غزالي، وهذا تا هو تيبقى جوج ونص على ميترونس 120 درهم. تبارك الله عليك، اثمنه كتبقى زوينه بزاف بزاف بزاف. نجيو للسيدات اللي كيعجبهم هكا الشكيلات تيكونوا مزوقين، شوفوا الزواق مختلف، هذه تليجه هانتوما شوف، هذه فيها تبارك الله جوج تلوينات ثلاثه، وهذه تتبقى اوني. وبالنسبه للثمن درنا لكم الثمن بحال شوف، فن فن فن، شحال غيبقى هذا؟ هذه تتبقى 380 درهم. ما شاء الله، 3 متر و 80 درهم. 3 متر و 80 درهم. ما شاء الله. شوفوا اللوينات اللي فيها، ها الاورونج، ها السومون، النوار، الغوج، الاحمر، الفيغ، شوفوا شوفوا. لا موتارد، البلون كاسي، لو فيغ، هذه الملونة حتى هي، السومون. نفس القضية حتى هي. كلشي 80 درهم، كلشي 80 درهم. 3 متر و 80 درهم فقط عند أثواب خديجة، هادو صراحة أثمنة كادو المتابعات القناة ما شاء الله، هادو تويبات ديال البرد، ديال المنتقالين. شوف. ديال البرد. شوفوا الشكيلات اللي فيهم صراحة ما عرفتش منين نبدا، هانتوما شوفوا هادو بعدا، شوفوا معايا ديال بي دو بول، هانتوما كاين الموتيف الكبير وكاين الموتيف الصغير، لوينات ترابيين نواغي بلون، عندنا ثاني هادو اللي بغات شي لون أولا شي موديل ضروري من لي كابتور ديكرو، ما نقدروش نجبدو كلشي، أنا غندير لكم جولة باش نوريكم أكبر عدد من لي زارتيكل، شوفوا الشويبي، شوفوا ثاني هانتوما الغوز، السومون، هنايا المارون، بحال جون موطارد مع النوار، شوفوا معايا ثاني هاد لاكولوغ ترابية، شوفوا معايا البوردو مع النوار، راه تيبان لكم التوب غليظ، شوفوا هادو هانتوما، شوفوا هادو تبارك الله عليك، هادو شحال غادي يبقاو اختي خديجة؟ غادي يبقاو 130 درهم. 130 درهم للعبر؟ الكوبو فيه 32 على متر و60. تبارك الله عليك. 130 درهم. 130 درهم، اثمنة ما دايراش. عاشقة الفخامة، شوف الشانيل، الشانيل غتلبسي لي الشانيل، توب واعر، أنا غادي نقرب لكم هانتوما، شوف شوف شوفوا لاكاليتي ديال التوب، شوفوا لاكاليتي ديال التوب، وتا اللون ما شاء آدمي، زوين مهيدب هذا اللون، مهيدب ومئدب ورائع، شوف الشكيلات اللي كاينه نتوما، هذا هو اللي كانت هزه لكم، شوفوا هادو تويبات ديال ليكسبور، شوفوا معايا قطع حصريه اللي ما غتلقايهاش بارتو، شوفوا معايا رائعين، شوفوا هذا واو يا البنات، شوفوا كاب جليليبه، جليبه قصيره، جليبه مخزانيه، تيجوا تيحمقوا واعر كيف ما بغيتي، كيف ما بغيتي هانتوما، تخدم مونطو كاب مونطو، برافو عليك، راه حتى هذه تخدم مونطو، حتى هذه تخدم مونطو، يجي كاب يجي مونطو يجي تونيك يجي كيف ما بغيتي تخدمي، ما شاء الله عليك، شوفوا معايا هانتوما البي دو بول هذا الزواقه الصغيره، شوفوا 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 معايا اللوينات هانتوما، شوفوا 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 هادو كلهم تويبات سخانين، شوفوا ثاني عشيقات لو كري، هادو راه كاين اللي كيديرهم حتى اونسومبل، تيجيو رائعين كيف ما قلت لكم، هاد التويبات تخدموا بهم الرومي والبلدي، شوفوا معايا لو بلو جليليبه، شوفوا معايا المارون هانتوما، غادي تحماقوا معايا في هاد لا فيديو، شوفوا شوفوا وسارعوا كميه محدوده، شوفوا معايا سارعوا، اللي بغات شي حاجه تواصل مع الارقام اللي كتبان لكم على الشاشه، اولا جيو عندهم المحل كيف ما قلت لكم، راه ما كيكونوش غير يوم الاحد، والثمن اختي خديجه بشحال غيبقى هذا الفن؟ الثمن تيبقى 160 درهم كله نورمالمون، كله اللي تيتباع ب 300 درهم و 250 و 200 درهم، حنا درنا السولد خصيصا اللي جات عندنا لاله منى، درنا 160 درهم. 160 درهم عاود يوريه لهم، هذا 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 اللي وريتكم والتويبات كاملين. انا شخصيا اعشق نخدم جليليبه، نخدمها بالنوار ولا نخدمها بالغوج، تجي غزاله، تخيلوا معايا جليليبه تكون يعني تكون قصيره فوالا، وحتى في الجناب، وحتى اللون في اللون ولا مخزانيه، اش دابا انايا غنخدمها مخزانيه، أيه. عريضه أه. مع لي اوك ولا لي بوط دابا في البرد، اكزاكتومون أيه. تتسطي أه. قلنا 160 درهم، 160 درهم شحال العبار مره اخرى؟ العبار تيبقى جوج ونص على مترونس، تبارك الله عليك، ما خليتي ليا ما نقول، والله الا ما خليتي ليا ما نقول، ما شاء الله غادي نجي لكم الكريب دو سوا، شوفوا معايا مهرجان، ميت نقول لكم مهرجان، مهرجان ديال الكريب دو سوا، ها انتم هو هذا اللي هز اختي خديجه، ولكن ماشي اي كريب دو سوا، قالت لي الكريب دو سوا ديال كوريا، بروميي كاليتي، شوفوا 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 التوب كيطيح، شوفوا ما شاء الله، هذا راه كيتخدموا بجليلبات القفيطنات اللي كي دوك البيسات اللي تيكونوا تحت فوالا، كتخدمي به اللي بغيتي، البيسات قفيطنات كشطات، الكريب تيتخدم يعني صالح لكلشي، كلشي تيخدم فوالا، وكتقدري تخدمي به بالنسبه للبيسات تحت كشيطه ياك، اللي كيجي تحت كشيطه تيتخدم دو بياس بالنسبه للتكشيطه، يعني المرات تديرو دو بياس تتلبس قفطان بوحدو ولا تلبسو مع التكشيطه، تبارك الله عليك، راه ما تيبينش هادشي باش عجبني، واعر كاريمون، شوف كاليتي هذا، يعني ماشي داك الرقيق تتحسي به انه توب توب فريمون، لا كاليتي لا كاليتي لا كاليتي كدوي، دابا اختي خديجه هز عليكم هذا اللون هذا الكاشيري، تنقولوا ليه الغوز مغتادل، ولكن التلوينه راه ما شاء الله، شنو نقول لكم شحال من لون، 100 لون 200 ما عرفتش،
ياك لافيني والله الا لافيني ديال اللوينات. غادي نبدا لكم من هنايا قبل ما نعرفوا الثمن اللي غيكون مفاجاه. شوفوا معايا نتوما من هنا من هاد لابارتي هادي انا غادي نقرب اللون اللي بغيتي، غديري كابتشور ديكرون وديري علامه لان مستحيل نوريك كل لون بوحدو. ها انت غندير لكم هكا، انا غنمشي بشويه شوفي اللون اللي بغيتي، يعني الدرجات ديال الازرق، الدرجات ديال لو موف، الدرجات ديال المارون، الالوان الترابيه. شوفوا شوفوا غير بلون كاسي، شوفوا شحال من درجه فيه، شوفوا معايا البلو شحال من درجه فيه، الغوز شحال فيه من درجه، الزرق من المفتوح حتى المغلوق. ها انتم غنمشي لكم جهه بجهه، شوفوا معايا ها انتم شوفوا 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 شحال من لون ما شاء الله. شوفوا غير لو غوز غير من هنا شحال من درجه وريتكم فيه، شوفوا شحال من درجه فيه. ها انتم شوفوا معايا البلو جين، البلو غوا، شوفوا الدرجات ديال البلون كاسي كامله. شوفوا ما شاء الله ما شاء الله. شوفوا معايا ثاني هنا الدرجات ديال لو فيغ كلها متوفره. كيف ما قلت لكم غتوقفوا لا فيديو، غديروا كابتور ديكرون وديروا علامه على لون جوج ثلاثه اللي بغيتوا، لان الثمن باش غيدوزوا في هذا لا فيديو ما يمكنش. شوفوا ثمن الصفيفر، ثمن لو جون موتارد، كلشي كاين، بيستاش، جون بانانيي، كلشي كاين، نوار والكري بيان سور دوك ما نهضروش عليهم. شوفوا معايا المارون، الدرجات ديال الموف، الصومون حتى هو من المفتوحه حتى المغلوقه، الاورانج حتى هو فيه درجات. ها انتوما شوفوا شوفوا لو فيغ هنا ما يمكنش، شوفوا معايا الدرجات ديال لو فيغ. ها انتوما يعني كاين الفيغ كاكي، ميليتير، اخضر ملكي، بيستاش، كلشي كلشي الدرجات ديال لو فيغ كاينه. ثمن هذا شوفوا هاد بحال ان فيغ بوتي. شوفوا 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 الدرجات ديال الالوان الترابيه. شوفوا شوفوا معايا هنايا، شوفوا البيض ها انتوما فوالا. او مازال ما شاء الله. شوفوا هنايا شوفوا هنايا كلشي هاد الشيء كريب دو سوا كيف ما سبق وذكرت ديال كوريا. ها انتوما شوفوا معايا الدرجات، شوفوا معايا الدرجات هنايا. ها انتوما شوفوا الغوج بريك، شوفوا الغوج بريك. ها انتوما شوفوا هاد لا كولور هادي تتحمق ما بين غوج وما بين غوز. شوفوا شوفوا اللوينات، شوفوا اللوينات فوالا. نزيدكم مازال، ها انتوما شوفوا شوفوا اللوينات هنايا، الغوز، الغوز فوشيا، ميم حتى الغوز فلاشي كاين. ها انتوما اولا كاين اللي كيقول الغوز الكتريك. شوفوا معايا ها انتوما غوز نيود، شوفوا الاورانج حتى هو فلاشي، لي كولور فليو خطيرين. ها انتوما اي لون بغيتو كابتور ديكرون وتواصلوا مع الارقام اللي غتبان لكم على الشاشه. والناس اللي في مدينه الدار البيضاء ما كرهتكمش تجيو، الا جيتو للمحل غادي تبرعوا ما شاء الله. التلوينه ما شاء الله خطيره، ما عرفتش نشدها كامله مستحيل، وندير لكم بحال هكا. شوفوا التلوينه، شوفوا التلوينه كي دايره ما شاء الله، راه كي قلت لكم من لهيه وحنا جايين. شوفوا التلوينه لامفيني خلات اختي خديجه. دابا غادي نجيو للثمن، هذا الخير بشحال غادي يبقى؟ بدا العبار شحال فيه كوبو؟ بالنسبه للمتراج كاينه 32 على متر ونص، واللي بغات جوجونس على متر ونص حتى هي كاينه، واللي بغات حتى 3 متر على متر ونص حتى هي كاينه. الحمد لله كاين الرولو، نقطع لكم اللي بغيتو في المتراج. والثمن؟ والثمن 130 درهم. تخيلوا معايا 130 درهم الكريب دو سوا ديال كوريا، جوده ممتازه والالوان هما اللي حمقوا. نهضروا على الجوده الممتازه، ما تنهضروش على شي جوده اخرى، تنعطيكم البنات جوده ممتازه تبارك الله. دابا غادي نجيو واحد التويب صراحه واعر، قلت لي هذا الكمخه. كمخه الكمخه، شوفوا معايا شوفوا شوفوا غادي نقرب لكم، راه فيه جوج زواقات، غنوريكم جوج زواقات. شوفوا كيفاش كيجي داير. هذا بالنسبه لي قدرت تخيط دو بالفاس، تخيط دو فاس، هذا دو فاس بحال دابا، هذا فيه الكري كيف ما كيبان لكم، عاد لا كولور هذه بحال بحال برونز، بحال دوغي فوالا. شوفوا هنايا شوفوا خطير، انا غادي نبعد باش غادي يبان لكم. شوف شوف واللوينات ما شاء الله، هذه دابا لا طوندونس الكمخه، هي لا غون طوندونس. شوفوا اللوينات اللي فيها، كاينه لا كولور اللي كانت هزه اختي خديجه. شوفوا معايا هذا دائما كنهضروا على دوبل فاس، الكري مع الصومون. شوفوا شوفوا معايا الغوز كيف ما كيبان لكم مع الكري. شوفوا هاد لا كولور هادي اللي كتبغي زوينه، هادي اللون في اللون، البيج في البيج. شفتوا يعني اللي بغات طون سيغ طون كاين، اللي بغات جوج تلوان كاينه، والله الا واعرين. شوفوا شوفوا معايا الشويبي، شوفوا معايا الفيغو، شوفوا معايا لا كولور هادي الصومون، شوفوا معايا البلو. ها انتوما شوفوا معايا هادي اللي غنوريكم فيها الزواقات الثانيه، غير بقاو معايا في جوج زواقات الكمخه. وغادي نزرب، شوفوا هذا هاد اللون، هذا السطاني هاد اللون، شوفوا شحال واعر. ها انتوما شوفوا معايا، اختاروا اللون اللي بغيتوا، الدرجات ديال الغوز، الدرجات ديال الكري. شوفوا معايا هاد الخضيدر، هذا عندنا البلو جين، عندنا الفيغو، عندنا ميم حتى الشويبي بارد ان بيبي بلو، عندنا البرونز وعندنا الصومو. هادي كلها تلوينه ديال الكمخه، وعاد فيها الزواقه الثانيه. ها هي شوفوا 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 الزويقه كي دايره ما شاء الله. ها انتوما باش يبان لكم الفرق، هادي الزواقه الثانيه وهادي الزواقه الاولى، انا وريتهم لكم دابا بجوج. اختاري الزواقه اللي بغيتي وحتى هي فيها تلوينه واعره. ها انتوما حتى هي جليليبه قفيطين، تجي تتحمق تقريبا العبار اللي غادي يكون فيها
العبار اللي فيها 32 على مترونز. 32 على مترونز اللوينات اللي كاينين ما شاء الله. شوفوا معايا هاد بحال بيستاش تقريبا، بيستاش مع البرونز تقريبا واعر. ها انتوما شوفوا معايا اللوينات الاخرين هنا كيف ما كيبان لكم البرونز مع لو غري. شوفوا 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 الصومه هنا دابا راه يجيو باينين لكم مزيان. شوفوا معايا الشويبي، شوفوا معايا الغوز، هذا هو اللي كانت هازه اختي خديجه. دابا عندنا البلو، ها انتوما عندنا الفيغ او، شفتوا عندنا ايضا الغوز بيبي بارد، وعندنا ثاني شوفوا معايا الفيغ او مغلوق. هذه كلها تلوينه ديال الكمخه، وريتكم فيها جوج ديال الشكيلات كيف ما سبق وذكرت، يعني عندكم هاد الزواقه وعندكم هاد الزواقه. دابا غادي نجيو للثمن، الثمن ديالها بشحال غادي تبقى؟ بالنسبه للثمن تتبقى لكم الكمخه ب 200 درهم. 200 درهم 4000 ريال، عاودي عطيهم العبار. العبار 32 على مترونز. تبارك الله عليك. 3 متر حتى هي راه كاينه موجوده. ما شاء الله عليكم، عندكم جوج زواقات. بغيت نقول لك واش هذه تيدوب الفاس؟ هاد الزواقه تيدوب الفاس. تيدوب الفاس. تبارك الله عليك. هذه داخلين فيها جوج تلوينات. ها انتم شفتوا؟ شفتوا؟ يعني فيها هاد الفاس هذا، وريني الفاس الاخر هو هذا. وهذه كيف ما سبق وذكرت يعني فيها هذا الفاس هذا، وشوفوا معايا الفاس الاخر بحال واحد غالب عليه الكري، واحد غالب عليه البرونز. اكزاكتومون. تبارك الله عليك، 200 درهم فقط. قبل ما ندوز لكم لواحد الهميزه في المخاوير، بغيت نوريكم المليفه، جميع انواع المليفه متوفره عندهم. شوفوا شوفوا ما نقدروش نوريكم كلشي، شوفوا شوفوا التلوينه، هادشي اللي كتشوفوا معايا من هنا حتى لهنا كلهم مليفه، شوفوا الدرجات ديال الالوان، شوفوا معايا، ما شاء الله شوفوا. كلشي هادشي مليفه، كنظن مخلطه ما بين الرقيقه والغليظه ياك؟ اييه شفتو مليفه رقيقه وكاينه هنا الكشمير. تبارك الله، والكشمير يعني المليفه والكشمير، شفتو؟ ها انتم كاينه هاد البلاصه هادي، شفتو؟ ها انتم هنا كتبان لكم كامله، تخيلوا معايا هادشي كلشي مليفه وكشمير، وغندوز لكم لوطخ كوتي، هاد البلاصه هادي ما شاء الله حتى هي كلها مليفه ياك؟ هادي حتى هي كلها مليفه. ها انتم شوفوا 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 التلوينه كي دايره ما شاء الله، اللون كينسيكم في اللون، غتحيروا شنو غتختاروا، وصراحه الناس اللي غيجيو عندها المحل غادي تبرعوا، الناس اللي خارج مدينه الدار البيضاء راه كدير لكم لا ليفغيزون فين ما كنت، راه ما تنقدروش صراحه نوقفوا على كل توب لان فريمون صعيب، تقريبا الاثمنه هنايا. الاثمنه ديال المليفه كاينه ما بين 200 ما بين 180 درهم و 200 درهم. 180 200. 180 درهم ل 200 درهم. تبارك الله، كل العبار اللي كنهضروا عليه. والعبار اللي تندويو عليه 32 على مترونز. تبارك الله عليك. كاين لا ديسبونيبيليتي في العبار تنخدموها في الرولو، اللي بغى جوج جونس راه كاين موجود، واللي بغى 3 متر راه موجوده. بالنسبه لهذ المليفه الرقيقه حتى هي تتخدم رجال، اللي بغى 3 متر حتى هي راه كاينه موجوده. تبارك الله على اختي خديجه، ما شاء الله ميسرها علينا، والله ميسرها علينا. دابا غادي نجيو لواحد الهميزه، هادو مخاوير كيف ما كيبان لكم، شوفوا معايا ها انتوما. نقدروا نقولوا يعني بلغتنا حنا بحال 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 قميص، بحال القميص تجي قفطان تتخدم كندوره حتى هو، يعني تخدم ستيل كندوره ولا قميص ولا قفطان تخدميه كيف ما بغيتي. فراشه فراشه يجي فراشه فراشه يجي تبارك الله عليك. يعني مطرز في الصدار والكميمات كتطرقي انت في جناب على حسب العرض اللي بغيتي تخدميه انت، واش بغيتي فراشه ولا بغيتي قفيطين، والمخبر ديالك تبارك الله عليك بحال هكا كتدي عند الخياط غير 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 يلصقوا لك. اكزاكتومون. تبارك الله عليك تبارك الله عليك. دابا نوريكم الشكيله، واخا نقدروا نقدروا نحلوا شي واحد. مرحبا. نحلوا شي واحد. ها هو يا ما طلبتي غير موجود. شوفوا كيفاش كيجي داير. شوف شوف وانا جي انسيستي على المنمر لان معشوق السيدات، ضروري ما تكون عندك قطعه ديال النمر في الدار، علاش لا ما تكونش في هاد المخاوير، اولا مثلا تقدري تسمي كيف ما قلت لكم قفيطين فراشه على حسب انت كيفاش خيطتيه. شوف ها انتم لا كاليتي. بالنسبه للثوب شناهي النوعيه ديالو؟ هذا ديجيتال حرير. ديجيتال حرير شفتوا، وشوفوا معايا هنا الجهه ديال الصدر كيجي مقاد مصاوب، ها انتم شوفوا معايا الكول كيجي مقاد مصاوب كيف ما قالت لكم اختي خديجه، غير كتدي عند الخياط في المونش. هاي التريزه ديال المونش. فوالا تبارك الله عليك، غير كيلصقوا لك شفتوا. بالنسبه واخا هو نورمالمون منمر فيه لوينات، فيه لوينات، فيه لوينات. كاين هذا دابا ان باج بالنوار، ها انتم اها منمر هو فيه الدرجات. وبالنسبه للبنات الميتراج هذا راه فيه 3 متر 3 متر 3 متر. تبارك الله. الضعيفه تلبس والكبيره تلبس، هذا تبارك الله عليك. 3 متر الميتراج راه فيه 3 متر ما شاء الله عليك. اللوينات الدرجات اللي فيه غنمشي لكم لون بلون، هذا هو المفتوح، شوفوا معايا المغلوق ديالو ها انتم راه كيبان لكم، شوفوا شحال زوين. هذا غالب عليه شويه بحال غالب عليه شويه ديال الصفيفر، نقدروا نقولوا غالب عليه صفيفر، وتيبقى لا ديفيرونس هنا في الوريده. ها انتم بحال دابا هذه اللي وراتني اختي خديجه هنا في الموف، هذه في الموف، هذه سيال شويبي سيال، هذه في الغوز، شفتوا في الفيغ، وهذه في الفيغ ولا فيغ او، هذه في الموف ولكن لون مختلف كيف ما كيبان لكم هنايا. انتم باش تشوفوا انتم هذه راه ماشي هي هذه، هذه هذا اللون ماشي هو هذا اللون، فوالا هذا تا هو درجه واحده اخرى ولا نفسهم؟ كنظن نفسهم معاودين ياك؟ هذا هو هذا، هذا هو هذا، شفتوا؟ هذا هو هذا، الزريرق هو هذا، صافي وهذا هو هذا، صافي هما هادو بحال كاين فيهم واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة الألوان، خمسة الألوان بحال فيهم خمسة ديال اللوينات، وفيهم 3 متر بالنسبة للعبار. كتخيطي كيف ما قالت لكم أختي خديجة قميص قفطان فراشة كيف ما بغيتي، أولا مخور، والثمن ديالو شحال غيبقى؟
الثمن تيبقى ب 200 درهم 4000 ريال. واش عمرني انا في القناه دوزت لكم المخاور ب 4000 ريال؟ هذا ثمن همزه عند اثواب خديجه ما شاء الله. وكي قلت لكم هذه غير البدايه، مازال غتجيب لهم مشكلات اخرين. اثمنه حصريه لكم نتوما فقط، سريعوا وما تنساوش المسابقه اللي دايره لكم السيدات اللي غيديروا ان ماكس دو جيم، ان ماكس دو بارطاج، اللي غيديروا تعاليق كثيره. حاولوا ديروا بزاف ديال التعاليق، ان شاء الله الفيديو الجاي ان شاء الله باذن الله غنختاروا خمسه. فوالا خمسة الرابحات غنختاروا من التعاليق، خصكم تتابعوا القناة، غادي يكونوا خمسة غنختاروا من التعاليق، وفي الفيديو الجاي غادي نعلنوا عليهم إن شاء الله، إما تجيو للمحل إما نرسلوا لكم لي كادو ديالكم. ياك؟ إشكال. تبارك الله عليك. هاد البلاصة ملي كتدخلوا ليها ما كتقدروش تخرجوا، مغارة علي بابا بمعنى الكلمة في التويب. غندير لكم غير جولة، يعني في الأخر ديال الفيديو غندير لكم جولة، لأن صراحة ما نقدرش نوريكم كل شيء، بدا نوريكم هذا. هذا شنو هو؟ هذاك كريبس قلي امبريمي. كريب بسقلي امبريمي، انا غنقرب لكم، شوفوا معايا لا كاليتي، وشوفوا معايا التلوينه، شوفوا معايا التلوينه ديالو، الزرق الصفر الاحمر، شوفوا معايا الصومو الغوز، شوفوا شحال من لون، شوفوا شحال من لون، لعلك ترضين، شوفوا شحال من لون. شحال الثمن ديالو هذا غير؟ هذاك 150 درهم. 150 درهم العبار اللي فيه؟ فيه جوج اونس على ميترون. تبارك الله عليك، هذا اللي كيجي مطروز، شوفوا معايا هذا شنو كيجي؟ هذا واش لاموسلين مطروز، هذا تيجي قميص لداخل الجلابه. تبارك الله عليك، هكا بالطرزه ديالو بكل شيء. الطرزه ديالو الطرزه كاينه في الصدر وفي ليمونش. شوفوا معايا، شوفوا اللوينات ها انتم. راه صراحه والله البنات انا عارفه راسي قصرت في هذه القضيه، ولكن راه شوفوا معايا راه قربنا نوصلوا الساعه، ما قدرتش نشد لكم كل موديل بوحده، المهم غير باش تعرفوا شنو كاين في المحل. وشوفوا معايا الدرجه ديال اللون، شوفوا معايا الدرجه ديال اللون، بغات اللون في اللون كاين، بغات هذا جون باناني بالصفيفر، يعني تنقولوا حنا مشعشع، كاين درجات ديال لو غري البلو الفيغ او الفيغ كانار. شوفوا شوفوا الوان الترابيه الغوز رائع. العبار اللي فيه حتى هو هذاك فيه جوج اونس على متر ونص. جوج اونس على متر ونص، والثمن 100 درهم. 100 درهم فقط، كيجي تيحمق تحت جليليبه، رائع. نجيو لهاد البلاصه هذه ما شاء الله، ما عرفتش منين نبدا والله الا دخت. شوف الحين الزواقات مختلفين، شوفوا هاد الزواقه، شوفوا هاد الزواقه، هذه كنظن جوهره، هذيك جوهره امبريمي، جوهره امبريمي. شوفوا معايا لي موديل، بغيتيها غاي، بغيتيها اسبرو، بغيتيها فلوري، كلشي كاين. واللوينات كيف ما سبق وذكرت لعلك ترضين، غير حلمي حلمي باللون اللي بغيتي وطلقيه. انا والله الا تلفت بلاصتكم، شوفوا شوفوا هاد لا كولور هادي، هاد الموف اوبرجين، تقريبا العبارات اللي فيها فيها 3 متر 3 متر، والثمن 180 درهم. 180 درهم، واش كتسمعوا الاثمنه؟ اثمنه خاصه لمتابعات القناه. عندنا هادي كيجيو فيها بحال ديال لوزونج، ياك حتى هي زيكزاك، حتى هي جوهره. شوفوا معايا هانتوما، نجبد لكم غير هادي باش تشوفوا معايا، شوفوا شحال تتحمق، شوفوا اللون، شوفوا التلوينه، شوفوا التلوينه هانتوما. الاورانج كيف ما كيبان لكم، الزرق الغوز البلون كاسي هانتوما، الفيغ او البيستاش، شوفوا هاد لا كولور حتى هي رائعه فريمون. العبار اللي فيها 3 متر، 3 متر، والثمن 180 درهم. دائما 180 درهم هانتوما. شوفوا شوفوا الشكيلات الاخرين ما شاء الله، راه ما تنقدرش نبين لكم كلشي. هذه عجبني فيها الزيكزاك صغير، هذيك الزيكزاك صغير، شفتوا هذه زيكزاك كيف ما كيبان لكم كبير شويه، هذه الزيكزاك ديالها كيجي صغير. واللوينات كاملين حتى هي نفس القضيه 3 متر، حتى هي 3 متر، حتى هي 180 درهم. 180 درهم. شفتوا البنات اللوينات ما شاء الله، شوفوا معايا لون كينسيكم في لون، والشكيلات ما شاء الله ما نقدروش نوريكم كلشي، المهم انتم ندير لكم غير هكا. شوفوا 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 ما شاء الله لا كونتيتي، الناس اللي بغاو الجمله صراحه غادي تبرعوا للبيسات حتى هما. شوفوا معايا فوالا، وغادي نختم لكم بهاد الثوب. هذا قلت لي ياقوته، هذا اشنو نقدر ندير به؟ تخدمي فيه قفطان ولا البيسه؟ قفطان ولا البيسه. شوفوا شوفوا اللوينات اللي فيه، تلوينه خطيره، تبعوا معايا. هذا شحال من لون فيه؟ جلابه الحضور قفطان ولا البيسه؟ ما شاء الله. شوفوا شوفوا الدرجات كيف ما كيبان لكم، عندنا لو بيج، عندنا لو بلو، عندنا البلون كاسي، الموف، هذا اللون ما مفهومش صراحه، دير بحال داخل فيه لو غري مع البيض مع البلون كاسي. شوفوا الشويبي، شوفوا معايا هذا خضر، هذا بيستاش مغلوق، وغنوريكم بيستاش مفتوح. شوفوا معايا الموف اوبيرجين، الموف ليلا، هذا ان موف نيود، عندنا فيه الاورانج ها انتم. شوفوا الاورانج كاينه هاد الدرجه، شوفوا معايا الدرجه الاخرى فلاشي، شفتوا؟ شوفوا معايا ثاني الصفيفر، عندنا هاد لا كولور هادي، شوفوا معايا بحال ان غوز موف. شوفوا اللوينات، هذا ما يمكنش هاد اللون، رائع جدا فريمون غزال. داخلين فيه جوج تلوينات، جوج تلوينات داخلين فيه تيحمق. ونقدر ندير مثلا هادي مع هادي، نقدر ندير هاد جوج التلوان. سي بوسيبل، سي بوسيبل تخدمو، يعني ماشي نجيب ثوب اخر، ناخذ نفس الثوب ديال ياقوته، نفس الثوب تخدمي قفطان وهذيك الدفينه، حيت هذا شو كيجاو عندي الذوق شويه ولا لا؟ لا لا تبارك الله ما شاء الله حمقني هذا، شوفوا شوفوا كيفاش جاو، تبارك الله راه عندهم الذوق ما شاء الله. شوفوا معايا البوردو، شوفوا معايا هاد لا كولور هادي ذهبيه، شوفوا معايا الشويبي بارد هادي، دابا هذا خضر ولا دوغي ولا اشناهو؟ ما يمكنش هذاك، تبارك الله يا سلام هكاك داير يحمق ها انتوما. يعني اللوان الغابري اللي ما كتلقاهمش، شوفوا معايا اللون تاع اللؤلؤ، هي هذيك ولا لا؟ والله الا غزال اللون ديال اللؤلؤ. شوفوا معايا، شوفوا هاد لا كولور كي دايره، شوفوا هادي اللي قلت لكم اورانج فليو، شوفوا هادي، شوفوا هادي ها انتم، هادي داخل فيها الموف، شوفوا ثاني هاد لا كولور، يعني المفتوح المغلوق، شوفوا هاد الصفيفر هذا سيترون، شوفوا ثاني هذا
هذا داك الغوز بيبي البارد. شوفوا معايا هاد البيستاش اللي قلت لكم مغلوق، ها نتوما عشاق الدوغي الغوز ثاني الشويبي، هاد لا كولور غادي بحال موف اوبيرجين. وشوفوا معايا ثاني هاد لا كولور هادي، نتوما شوفوا التلوينه، شوفوا التلوينه شحال، واش 30 لون بحال هكاك تقريبا اللي فيها ولا اكثر، ما شاء الله. شوف الميتراج اللي فيها، الميتراج فيها جوج شونس على متر ونص، والثمن 200 درهم. تبارك الله عليك، متر تبقى تحت الطالب، ما شاء الله عليك. ياقوته 200 درهم، ياقوته 200 درهم ما شاء الله. ولون كينسيكم في اللون. وهنا متابع القناه غنكون وصلنا لنهايه لا فيديو ديالنا، اللي صراحه والله انا ما سخيت بها، وانا متاكده حتى نتوما اللي كتفرجوا غتكونوا ما سخيتوش، ولكن ما بغيتش نطول عليكم. لاول مره كنصور لكم عند اثواب خديجه، المحل اللي كاين في كراج علال النعت، راه خليته لكم في الاول ديال لا فيديو، ياك شارع محمد السادس، شارع محمد السادس حي سماره، كاين شي كفولار في لوكوا جيتو دغوا، كاين ازياء مولير حدا اثواب خديجه. تبارك الله عليك، ما عندكم فين تلفوا، كيخدموا طوال ايام الاسبوع تقريبا التوقيت ديالكم، الناس اللي بغاو يجيو. تبارك الله، حنا تنخدموا مع 7 ونص الصباح، حنا رحالين. تبارك الله، حتى العشيه، حتى 6 العشيه تبارك الله. وبالنسبه لجو دروبو ديالهم ما تيكونوش فقط غير يوم الاحد، اللي ما كتكونوش لا ليفغيزون كاينه في كازا، في جميع مدن المغرب. الجاليه المغربيه اللي كتفرج فينا وعشقتي اي توب، غير تواصلي معاهم، علاش لا، غيديروا بخاطركم حتى نتوما وغيصيفطوا لكم، والناس ديال الجمله حتى هما مرحبا بهم. شكرا لك اختي خديجه، تبارك الله عليك. شكرا، شكرا لك اختي منى، شكرا بزاف بزاف. الله يكبر فيك، ونتمنى نكون عند حسن الظن. ما شاء الله عليك، ابدعتي ابدعتي، وكنشكر حتى جنود الخفاء الصطاف ديالك ما شاء الله. انا بغيت نشكرهم لان فريمون سخناهم اليوم. شكرا لهم بزاف بزاف، الله يحفظك. مره اخرى ما تنساوش، درت لكم اختي خديجه واحد لو بتي جيست، مسابقه ان شاء الله غيكونوا معنا 5 ديال الفائزات، غنعلنوا عليهم ان شاء الله الفيديو الجاي. حاولوا ديروا لي جيم، البارطاج، كتبوا التعاليق، غادي نختاروا 5 من التعاليق ديال هذا الفيديو، غنعلنوا عليهم الفيديو الجاي. داكشي علاش كنقول لكم تابعوا 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 القناه، باش اللي سمعت الاسم ديالها اولا ورينا مثلا الكونت باش كتبات تواصل معنا. طبيعه الحال راه الرقم ديال اختي خديجه كيبان لك على الشاشه، يعني الناس اللي ربحوا غتعيطها تقول لي انا اللي ربحت، غيكونوا 5، سواء كنتي في كازا سواء كنتي خارج كازا غتوصلي بالكادو ديالك. اكزاكتومون، الهديه ديالك غتوصلي بها حتى للدار. تبارك الله عليك، كنتي زوينه ما كنتيش قريبه، حنا نوصلوها لك. تبارك الله عليك، شكرا لك اختي خديجه. شكرا لك، الله يوفقك، الله ييسر لك الامور. شكرا، الله يحفظك، الله يحفظك. وكنشكركم حتى انتم متابعي القناه، كنتمنى هذا لا فيديو لاول مره عند اثواب خديجه تكون عجباتكم. الى عجباتكم ما تبخلوش عينا لي جيم البارطاج وهي الاشاره، والله ما صورنا كلشي، راح نحاول ندير لكم غير شويه 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 من كل حاجه. كي قلت لكم والله الا بحال مغاره علي بابا في الاثواب اللوين الغابر اللي ما لقيتيش غتلقاي عندها، وباعلى جوده واقل ثمن. كنشكركم مره اخرى على حسن المتابعه، غنقول لكم بالسلامه، نتلاقاكم ان شاء الله في فيديو قادم.